يبقى النظر في قدر هذه الدية. الدية كم؟ هل الدية قولا واحدا 100 من الإبل أو فيها أكثر من قول؟ فهل وردت أحاديث صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الدية 100 من الإبل؟ هي أحاديث فيها كلام ولكن عليها العمل. وهذه الدية في قتل العمد يلزم بها القاتل، لكن في قتل الخطأ توزع على العصابات، اختلفوا في تقدير الدية كم هي. أقول يعني أقصد أقوالهم في تقدير الدية كم هي تنوعت. هي 100 من الإبل، لكن هل تسلم دفعة واحدة؟ هل أسنانها أسنان الإبل كلها سن واحد؟ يعني في حقة بنت لبون طروقة الفحل، أسنان للإبل والأسعار متفاوتة فيها أم ماذا؟ قلنا أن في حال قتل العمد يلزم بها القاتل فقط، لكن في حال قتل الخطأ تلزم بها القاتل والعصابات. فمن العلماء من قرر أنها 100 من الإبل وهم الجمهور، وقال آخرون هي 100 من الإبل على أهل الإبل، لكن هب أننا لسنا من أهل الإبل. واليوم مثلا تحدث في المحافظة الواحدة يوميا عشرات القتلى سواء في حوادث أو في غير ذلك، فتوفير آلاف الإبل يوميا أمر يصعب. فلذا عدل عمر إلى الدنانير، والتقدير بالدنانير ما بين 10,000 إلى 12,000 وهي تعادل الآن بالفضة 36 كيلو ونصف جرام من الفضة. وأقر الصحابة عمر على ذلك لما فتحت الأمصار، ففتحت أمصار وفتحت دول ليسوا من أهل الإبل، فكان عمر يقدرها بستة وثلاثين كيلو جرام من الفضة. وهذا الذي أخذ به الأزهر في مصر ولجان الفتوى، فقرروا قرروها بالفضة. وهي في الحقيقة أرفق بالناس، هذا في حال القتل الخطأ. أما القتل العمد فالأمر فيه سعة بعض الشيء، إن أهل المقتول ممكن يقول لن نقبل، سنقتل القاتل. فإذا طلبوا أكثر أو يقتلوا هل يعطوا الأكثر؟ جوز فريق من العلماء ذلك، لأن من حقهم أن يقتلوا. لكن كلامنا على قتل الخطأ ومحله قد سبق أو سيأتي إن شاء الله في تفسير سورة النساء.